الطرف الإنساني بالعمل. المرة الأولى التي تحدث بها من القلب كانت في حكاية وطن، عندما تحدث عن هؤلاء الذين لا يبصرون لهذا الإنجاز الكبير ويظلمون دوما القيادة السياسية التي أخذت على عاتقها مهمة البناء ومهمة التصدي للإرهاب. المرة الثانية التي تحدث بها اليوم بقلبه عندما قال أن هناك مشاعر وفي نفس الوقت سيناء هي أغلى قطعة أرض لدى كل المصريين. حين يعني سعيد بهذا اللقاء، سعيد بهذه الصحبة، سعيد بأن احنا كلنا على أرض سيناء، وسعيد أيضا بما يقوم به أخي العزيز إبراهيم العرجاني منذ سنوات طوال، وأنا أعرفه منذ أكثر من 20 عاما، وسيناء في قلبه وفي عقله، وسيناء تمثل له ولكل مواطن مصري هي قبلة الحياة. فمن هنا بدأت المخاطر ومن هنا التحديات، وما أكده السيد الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي من أن سيناء وحدود مصر خط أحمر، وأننا لن نسمح بالتجاوز ولن نسمح بأن تكون أرض سيناء وطنا بديلا وإنهاء للقضية الفلسطينية. أنا بشكركم تماما، وإحنا كإعلاميين سيناء في رقبتنا، وتوجيهات السيد الرئيس دوما، وآخر مرة أتكلم عن الإعلام وضرورة مراعاة ما يجرى على أرض الوطن وفي سيناء بالذات، والدفاع عن ثوابت هذا الوطن وعن حدود هذا الوطن. شكرا لكم.